اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى برنامج وظائف الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة. تابعونا برنامج وظائف على روتانا خليجية. وقبل كل شيء كما عودتكم أسرة برنامج أيضا أسرة قنوات روتانا عموما وروتانا خليجية بالتواجد في أيضا الأفراح والأحزان، مثل ما تابعنا أيضا زواج زميلنا العيان، نتمنى له التوفيق. وأيضا أمس فجع مدير عام قنوات روتانا الأستاذ تركي شباني بفوات والدته. ونتقدم أيضا أسرة برنامج وظائف وكل منسوبي قناة روتانا خليجية بحر التعازي لأسرة الشبانة، والحمد لله على كل حال. أما الآن فنتابع وإياكم أهم الفقرات في هذه الحلقة. في فقرتنا الرئيسية: بطالة المبتعثين قصص وأمل. الوطنية تقدم 2000 وظيفة للسيدات بلا مؤهلات. وفي فقرة رواد الأعمال محمد المطيري ينجح ورفاقه في أكثر من قهوة. كانت أبرز المشكلات اللي واجهناها والصعوبات والتحديات تكمن في أنه على حسب رؤيتنا في المشروع إحنا ما عندنا خبرة. الصيدليات السعودية: بلا صيادلة سعوديين في فقرة التوطين يبدأ من هنا. في شباب سعودي يشتغل معاك هنا؟ صيدلاني سوائية. لا لسه. إجراء المقابلات: قواعد ومهارات أم حدس وتفكير خارج الصندوق؟ عودة لكم مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أيضا تواصلكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وأيضا يوتيوب ومن خلال الموقع. أما نبدأ على بركة الله في الحديث عن موضوع جدا هام وهو حديث فقرتنا الرئيسية. نقف اليوم مشاهدينا الكرام أمام كبرى تظاهرات التنمية في المملكة العربية السعودية لصناعة الإنسان وأيضا دفع عجلة التنمية قدما وسد احتياجات سوق العمل بالكفاءات الاحترافية أيضا والتي تضخ في أعرق الجامعات العالمية. فكم من أم حلمت بأن يحقق فلذة كبدها على الدرجات العلمية، وفي المقابل الوطن ينتظر عودة أبنائه البررة، ولكن هناك ألم وحرقة لدى البعض بعد سنوات عجاف من الغربة وسهر الليالي. ماذا إن لم يجد الابن البار فرصة وظيفية؟ نتابع التقرير وجزء من الواقع. مئة وثلاثة وأربعون ألف طالب وطالبة ابتعثوا إلى الخارج، 26 دولة تحتضنهم، 6000 آخر دفعة وصلت من أمريكا عام 2012. هل طبيعة العمل تناسب الكم الهائل سنويا من خريجي الابتعاث؟ على سبيل المثال، في إحدى أكثر الدول لانضمام المبتعثين ألا وهي أمريكا، يرسمون مبتعثينها الذين وصلوا إلى 76 ألف أحلامهم للعمل بعد التخرج بعد كثير من الصعوبات التي واجهتهم. فهل سيواجهون الصعوبات أيضا عند العودة للوطن؟ يكون الطالب درس مرحلة الماجستير مثلا هنا أو مرحلة الدكتوراه، فلما يرجع يقدم على مجال العمل في أي شركة غالبا يردوا عليه أنه شهادتك الماجستير إحنا ما إحنا محتاجينها وما إحنا محتاجين أحد بهذا المستوى. اللي نسمع أنه على كثر الطلاب مبتعثين لبرا بالذات تخصصات بزنس يرجعوا ما يلاقوا وظائف. هنا يدرس المبتعثون طامحين في الوصول لأعلى مراتب العمل في تخصصات عانت في السعودية من دخول العمالة أو من قلة المستوى. في أمريكا لي زملاء تخرجوا من تخصصات كانوا في الفترة اللي هم موجودين هنا كانوا جدا متخوفين هل إذا رجعوا السعودية بيلقون تخصصات تناسب تخصصاتهم ولا لا. واحد من الزملاء كان متخصص إندستريال ديزاين، يعني ما تدري أصلا وش إندستريال ديزاين، ترجع في السعودية وش بتسوي؟ آخر دفعة من أمريكا خلال هذه السنة التي وصلت إلى 6000 خريج، بعضهم لم يجد وظائف، مثل هذا الشاب الذي ما زال تحت بند عاطل، عاد للوطن بملفه الأخضر، وربما كانت أحلامه فقط هي من تستقبله. ومن ضمن الأشياء اللي أوجهها رسالة للتعليم العالي اللي هي معادلة الشهادة. أنا إلى الآن تميت أكثر مقدم على تعديل معادلة الشهادة حول شهر ونص، إلى الآن ما بعد طلعت. على حسب ما أراه في الوضع الحالي في التركيبة الهيكلية للوزارات وللجهات المعنية بالتوظيف المسألة الحقيقة يعني بالبركة.
ليس هناك خطة واضحة لدى الجهات، معظم الجهات الحكومية تحديدا والجهات المعنية بتوظيف السعوديين، ليس هناك وضوح في الكيفية والآلية التي يوظف بها أو يتم استيعاب الخريجين أو استيعاب الجامعيين في الداخل. الطلاب المبتعثين سوف يصلون إلى أعلى مستوياتهم خلال سنوات قليلة قادمة دون تحرك بالنسبة للوظائف، فخريجي الداخل عاطلين، فهل سيكون المبتعثين مثل أقرانهم؟ ينتظرهم مصير مجهول. إذن تابعنا هالتقرير وشخص جزء من الواقع. ما رح نتكلم عن أنه الأم لما فرحت وسوى عزيمة كبيرة ولدنا بيطلع ابتعاث والحمد لله، والنظرة اللي موجودة عند كثير من الناس أنه إذا طلع ابتعاث معناته إن شاء الله جاي الوظيفة جاهزة، لكن للأسف الشديد بعض المبتعثين انضمون إلى قائمة البطالة. رح نناقش اليوم أيضا كواليس برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث، نتعرف على العديد من الخفايا، وهل الابتعاث علاج لأخطاء مخرجات التعليم العام أو التعليم العالي، وهل هناك أيضا بطالة ابتعاث إن صح المعنى. خلونا نرحب بضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور سعد الحسين، عميد أعضاء شؤون هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأيضا يسرنا يكون معنا أحد نجوم البلد، أنت بالفعل نجم، صحيح في نجوم في الرياضة وفي الفن في كل شيء، لكن أنت بالفعل نجوم. حمود العصيمي أحد المبتعثين الخريجين والعاطلين، أهلا وسهلا. بداية أنا ودي أتكلم دكتور سعد، يعني شفنا من خلال التقرير الآن، هل يعقل بالفعل، إحنا ما راح نبدأ نتكلم على البرنامج لأنه هذا أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين وبالتالي تنفيذ من وزارة التعليم العالي وربما أيضا الدعم اللوجستي، كيف تجد 4000 خريج أو 4500 خريج من بريطانيا هذه السنة و 6000 خريج من أمريكا وأنتم كنتم حاضرين أيضا لكواليس هذا الاحتفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية كلمة شكر حقيقة لك أنت أخ محمد والزملاء في روتانا على استضافتي، وأتمنى حقيقة أني أعكس الصورة الحقيقية التي تقوم بها جامعة الملك سعود لاستضافة أو لاستقطاب هؤلاء الخريجين. أنا مثل ما تفضلت لن أتكلم عن برنامج خادم الحرمين الشريفين، فالراية حقيقة بيضاء وناصعة حقيقة بالتأكيد. وهو برنامج جدير صراحة بكل الاحترام من قبل الجميع، على الرغم من أن بعض المخرجات قد تكون غير متوافقة إلى حد ما مع سوق العمل، وهذه سوف نتطرق لها بإذن الله. لكن أنا الذي أريد أن أقوله حقيقة أن هذا البرنامج، برنامج خادم الحرمين الشريفين، هو في الواقع هو النافذة للمملكة للرقي والتقدم. بدون العلم وبدون استقطاب من الخارج حقيقة لن ننجح، مع احترامي لكل الناس الذين على الأقل يحاولون أن يقللون من أهمية البرنامج. بالنسبة لجامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود حقيقة لديها مبتعثينها ولدينا تجربتنا في الابتعاث، وأنا كنت حقيقة من المبتعثين السابقين والآن رجعت ولله الحمد. صح أنه مو قريب لكن الله يعطيك الصحة والعافية. صحيح راح أتكلم معك أيضا عن تجربتكم، لكن أيضا نوه السادة المشاهدين، يعني اللي يتابعون الآن يقولون يا أخي صاحب القرار وزارة التعليم العالي، إحنا لنا أسبوع ومن عادة البرنامج أيضا طرح القضية وإيجاد الحلول، نتواصل مع الإخوان فضلا عن البيروقراطية طبعا مع الجهات، وربما أيضا هذا شيء مشروع وروتين أنه تواصل عن طريق الخطابات، مع أنه نعرف والله المتحدث الرسمي كل الناس، لكن كان مفترض يكون معنا المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحزان، أتمنى له الشفاء العاجل. طبعا أرسل في وقت متأخر جدا رسالة اعتذار، كنت أتمنى أنه استفهامات كثيرة وحنا نعلم من خلال تويتر الإعلانات، لكن أتمنى له السلامة، لكن أتوقع ولكل المشاهدين أنه الوزارة لن تقف على شخص، ربما في أشخاص كثر يؤدون المهام. بس إحنا طال عمرك عفوا في جامعة الملك سعود ما عندنا بيروقراطية، أنا ترجتني مكالمة منكم. صحيح إحنا نشيد طبعا منكم وجيت يعني. وطبعا أنا خليني أقول لك وأكون واضح، يعني أنه حتى في وقت متأخر لكن مشكورة، هي تجربة ناجحة وتستحق أن تكون أيضا نوالي العديد من التجارب. حمود إيش قصتك يا حمود من بعد التخرج يعني بمرحلة البكالوريوس وجودا إلى ماجستير وجالس في البيت؟ في البداية أحب أرحب فيكم جميعا الأستاذ محمد والدكتور سعد لمناقشة الموضوع هذا المهم حقيقة اللي يمس المبتعثين، وأنا حقيقة أتمنى أن يكون أتصدى الموضوع هذا نيابة عن الأخوان المبتعثين. أنا طبعا مثل ما قلت في 4500 مبتعث من بريطانيا تم تخريجهم تقريبا من شهرين، وأنا كنت أحدهم، وفي الحقيقة رجعوا الغالبية منهم إلى أرض الوطن، يعني محملين بالشهادات العليا وبعض منهم كفاءات، لكنهم حقيقة صدموا بعض العقبات والعواقب اللي ما كنا صراحة مثل يعني مثلا عدم إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لشهاداتنا بشكل يعني متوفر يعني. والحقيقة أيضا
الجفاء الحاصل من وزارة التعليم العالي اللي حصل بعد انتهاء انقضاء البعثة، يعني كان يفترض عليهم أنهم يوجهون هؤلاء الطلبة والأعداد الكبيرة إلى سوق العمل، أو مثل عن طريق مثلا مخاطبة الجهات الرسمية مثلا بالتوصية بتوظيفهم، أو مثلا وزارة العمل عن طريق مثلا عدم منح تصاريح لاستقطاب أعضاء التدريس من الخارج وإحلال سعوديين محلهم. صحيح. نعم. أنا راح أرجع أتكلم عن تجربتك، وأنه يا جماعة الخير أنا متوقع أنك أنت لما كنت تحمل درجة البكالوريوس أكيد جاتك نصايح أنه ماجستير أقوى وظائف ورواتب ويمكن يعني يكون لك وضع أفضل، لكن شوف هذا أنت يعني ماجستير وربما أيضا لك 5 أشهر جالس. كثير من الإيميلات وصلت دكتور سعد أنه خريجي هندسة صناعية ماجستير يحملون تخصصات شبه نادرة والسوق بحتاج لها، تروح تشوف الأجانب موجودين وجالسين. طيب انا انتوا في الجامعه توظفون الشباب؟ ممتاز. الحقيقه كويس اني قلت انتوا في الجامعه، لاني انا ما ابغى اصير صراحه مدافع عن وزاره التعليم العالي ولا مدافع عن التوظيف ككل في المملكه العربيه السعوديه، لكن انا الذي اريد ان اقوله حقيقه ان جامعه الملك سعود هي تريد ان تستقطب اعضاء هيئه التدريس في الجامعه من السعوديين، وبالتالي هم لابد ان يكونون على كفاءه. صحيح. وعشان كذا احنا ترى يعني شاركنا احنا في يوم المهنه التي اقامتها وزاره التعليم العالي في واشنطن قريبا الاسبوع الماضي مع التخريج. نعم، 6000 مع التخريج. فلذلك هذا بس ردا على كلام الاخ حمود، يعني حقيقه انا ارى ان الوزاره هي احلتهم في البدايه استعدادا للابتعاث، سوى الدورات ثم ابتعثتهم ثم وضعت لهم يوم المهنه ثم قالت ما شكرا تفضل يعني هذا الطريق. اي بس انا اتصور اكثر من كذا، يعني ماذا تريد ان يعني من الالف الى الياء سوت لهم. انا لن ادافع عن وزاره التعليم، لكن خلينا نتكلم، خلينا نخرج من صحيح، لكن مهما كان يعني يمكن يعني عشرات الرسائل تجي تتكلم وزاره التعليم العالي ومتحمله طبعا عدم تواجدهم، بانه انه طبعا احنا نسميها فضفضه محمود على الهواء يمكن الملاء موجوده، لكن دكتور يعني لما تكلم انه التهيئه وكل شيء لكن التخصص. طيب انت لما توافق على تخصص يعني من المفترض انه يكون في تنسيق بين مدخلات التعليم العالي ايضا ومخرجاته ومتطلباته طلبات سوق العمل، ليش ما تقول وزارة؟ أو حتى أنتم في الجامعة يمكن تكونوا مهتمين بربعكم أكثر وهذا من حقكم. نعم. لكن هذا التخصص الآن هندسة صناعية ما في، إدارة أعمال ما نحتاج. بدأت وزارة التعليم العالي الآن تقنن أو تحدد الفرص التي يبتعث لها طلاب البكالوريوس وأيضا الماجستير والدكتوراه. لكن هذا موضوع خلني أخرج عنه لو سمحت وأركز بس على جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود تبعث فئتين من الأشخاص، فئة اعضاء هيئه التدريس اللي هم المعيدين وايضا موظفينا بالمناسبه، يعني نعطيهم دورات خارجيه ونبعثهم اذا كانوا مرافقين مع زوجاتهم للدراسه في الخارج. نعم. لكن الـ الاهم او البلك الشيء الكبير في العمليه هو صراحه المبتعثين اللي لدرجه الماجستير والدكتوراه. احنا نحاول بقدر المستطاع في جامعه الملك سعود، على الرغم من وجود الاخطاء، انا لا انزه جامعه الملك سعود، يعني احنا لسنا ملاك، لكن صحيح. في جامعه الملك سعود نقوم وبقوة حقيقة على أننا نهيئ مبتعثين إلى أنهم يحصلون على الماجستير والدكتوراه من أرقى الجامعات في العالم، وبالتالي لما يجي هو يكون سلعة نادرة. صحيح. هذه المشكله، يعني المشكله تكمن في ان بعض الطلاب المبتعثين، وخلينا نكون واضحين. نعم. دكتور سعد، سواء يعني حقق معدل عالي او ما حقق هو مصيره يرجع للجامعه بكل تاكيد، ما انه يعتبر احد منسوبين. هرجع لك دكتور سعد الى حد ما الى حد يعني سام. انا اتوقع سام. دكتور خلينا نكون واقعيين، يعني فيما لو طبعا يعني واحد من انتم ابتعدتوا وجاب نتائج متدنيه، هل راح تقولها مع السلامه؟ اكيد هيرجع لنفس الوضع. لا بس ما يرجع عضو هيئة التدريس. احنا عندنا آلية كثيرة له. هو ما يرجع عضو هيئة التدريس، أولا أني أنا ما أخليه يواصل للدكتوراه. احنا عندنا تقارير دورية تجي من الملحقية. جميل. احنا على تواصل مع الملحقية الثقافية في كل مناطق. صحيح. خليني أشوف حامد حمود طبعا عفوا وزملائه اللي مسجلين في حافز، في ناس يدرسون ماجستير ومسجلين في حافز. أول شيء أنا ما سجلت في حافز، وقبلها عندي تعقيب على الدكتور سعد، أقول له بالنسبة لوزارة التعليم العالي يعني ما أدري أنت تحاول تبرئهم، وهذا شيء يعني إحنا ممكن الآن نقول إذا كانت وزارة التعليم العالي بعثت الطلبة وصرفت عليهم وحطت لهم يوم المهنة فمن باب أولى أنهم يبدون وزارة التعليم العالي بأنفسهم عن طريق إحلال السعوديين محل الأجانب في الملحقيات، وهنالك 27 ملحقية في الخارج مشغولة 80% من الأجانب.
فلما انا اتخرج ماجستير او دكتوراه وابي اشتغل في الملحقيه يقول انا ما عندي شيء ارجع السعوديه واقدم عليه. احنا نتكلم ابدوا بنفسكم اول يعني عشان يعني تقول بعدين احنا والله اهلناكم وما لنا شغل. وهذا دور وزاره يعني اكثر من 27 ملحقيه على مستوى العالم موجوده مشغوله بالاجانب، وانا المشرف اللي كان علي من جنسيات عربيه ولا هو احسن مني ولا اكفى مني حاليا بعد حصولي على شهاده الماجستير، ممكن اقوم بالاعمال اللي يقوم بكل سهوله، خصوصا اني انا طالب متخرج من جامعه بريطانيه وعارف الانظمه البريطانيه المتعلقه بالدراسه والجامعات واختبارات اللغه. هذا الشق الاول من الرد. الشق الاخر بالنسبه لجامعه الملك سعود، يعني انا ما ادري، هم فقط يريدون يستفيدون من الطلبه الذي تبعثهم الجامعه. طيب هذه زياده مصاريف، يعني انت ليش ما تستفيد من اللي متخرجين من البرنامج؟ وهذا سؤال منطقي يعني دكتور. لا في نقطه بس انا في يوم المهنه اللي شاركنا فيه احنا استقطبنا 230 استقطبنا 230 خريج، منهم 134 رجال و69 من غير منسوب الجامعه. من غير منسوب الجامعه جميل. بس احنا ايش ترى بالمناسبه احنا الفريق اللي راح لواشنطن للمشاركه في اليوم المهنه انا كنت رئيس الوفد فيه، احنا ناخذ قابلناهم سوي لهم الانترفيو، ناخذ السي فيز حقاتهم السيره الذاتيه اوكي نرسلها للاقسام، الاقسام تسوي لها فالويشن. احنا لا نستطيع، احنا جهه اكاديميه لا نستطيع ان نتخطى القسم ثم الكليه ثم مجلس في خطوات كثيرة هي موجودة، هي ليست وظيفة. صحيح حمود، أنا برجع لك الآن، يعني يمكن يكون دراسة البكالوريوس بالنسبة لكثير من الخريجين أيضا درجات العليا الماجستير يكون دراسة البكالوريوس في قسم معين ويأخذ درجة ماجستير في قسم آخر، يعود ويتوظف بشهادة الدنيا ربما تكون دبلومة حتى بكالوريوس. يمكن واجهت قصص كثيرة حمود. في الحقيقة شيء صحيح هذا وموجود، وحتى لو كان مثلا أنه والله حصل على الماجستير في نفس التخصص واجهنا من هذه بعد نسجلها من ضمن المشاكل اللي نواجهها إحنا مبتعثين عائدين إلى السعودية، أنه والله لما والله نلقى الوظيفة المناسبة ونجتاز المقابلة الشخصية يقول لك والله أنا أوكي موافقين عليك وأنت يا حمود إنسان كويس. نعم. وجيد ونبغاك، لكن ترى أنا بنوظفك بالبكالوريوس. صحيح. أقول له يعني طيب أنا الدولة يعني دفعت المئات الآلاف يعني تجي الآن توظف، شو استفدت يعني؟ وهذه يمكن التنسيق هو يمكن عذر المقاطعة يمكن. نعم. هو هذه من مصلحته لأنه يبغى يرشد في النفقات كذا، بس ما هو على حسابي أنا ولا حساب المبتعثين. وإحنا دائما نبحث عن الكفاءة في الشهادة. يعني هذا واحد هذا الكلام ماجستير. هذا الكلام يعني والدولة مستعدة أنها تدفع ولا قالت والله إحنا ما نقدر نعطي رواتب أو كذا. أيضا التفاوت في موضوع الرواتب هذا برضو مشكلة يعني نواجهها. صحيح. شخص بنفس المؤهل ونفس الخبرات يشتغل في نفس الجهة والله مثلا خلنا نقول 20,000 يتقدم. صحيح. آخر ويشتغل ب 15,000. صحيح. إذن ومن حقك ضبابية يعني يحبود ومن حقك، وأنا أتكلم دكتور سعد إذا توافقني الرأي، من حق أي طالب يا أخي طلعت عيونه وهو راح يبتعث وتغرب وغربة، وتلقى حتى سيدة أحيانا تضطر أنه محرم يروح مع أخوها لا شغلة ولا مشغلة ويجلس وكذا وكذا، من حقه تبحث عن مرتب عالي. أنا بس عندي طبعا يعني إذا الأخوان يطلعون تصريح وزير التعليم العالي، عدد المبتعثين 131 ألف طالب ونسعى ليكون لدينا 40 جامعة. طبعا أنه الآن في خطة وزارة أنه خلال 5 سنوات القادمة يكون 140 ألف. إحنا الآن بنزيد الطين بلة على قولتهم. أنه دكتور اسمح لي بس هذه يعني في الأخير أنت ربما أكاديمي تكلم عن جامعة، خلينا نتكلم بشكل عام. أنا بتكلم لك عن إيه لما الآن هذول الآن 76 ألف مبتعث الآن اللي موجودين، جزء كبير منهم ما لقى وظائف، شلون إحنا نطمح أنه نزيد العدد ونزيد نسبة البطالة؟ والله أنا ما ودي تحطني بالزاوية الضيقة، لكن أنا بقول لك شيء، أي investment أي استثمار في التعليم، أي استثمار في التعليم مثل ما تفضل وزير التعليم العالي لأنه بيصير 40 جامعة أو أن الآن عدد المبتعثين حقنا يصل إلى 200,000 ما هو خسارة، صدقوني ما هو خسارة. الاستثمار في التعليم مكسب ثم مكسب ثم مكسب. الدول لا ترقى إلا بالتعليم والتعليم فقط، ما ترقى بأي شيء غيره، ولذلك أي استثمار فيه ما هو خسارة ومردوده سوف يعود الوطن. المبتعثين من كافة أقطار العالم إذا جوا المملكة هم الذين سوف يحملون راية هذا البلد. صحيح. حنا طبعا يعني يمكن وقت الفقرة جدا ضيق، لكن أنا برجع حمودة بسألك، حمود عندك أي تعليق نيابة عن المبتعثين والمبتعثات الآن وأنت كنت في بريطانيا واحدة من أعرق الدول و 4500 مبتعث، ودي توجهها لوزارة التعليم العالي اللي الحاضر الغائب يعني فهلها. والله الحقيقة هو أنا أعلق على كلام الدكتور قبل لا أقول الكلمة الأخيرة، أنه يجب أن تكون هنالك خطة يعني موازية لخطة الابتعاث. مسألة أني والله أنا أطمح لابتعاث 140 ألف خلال 4 أو 5 سنوات بدون وجود خطط معروفة وتنسيق مشترك بين الوزارات لتوظيف، هذه بتكون كارثة.
الأفضل إذا كنا بنسوي كذا أنه والله الفلوس هذه اللي أنا بعطيها الطالب 300-400 ألف ما أبعثها فيها، أعطيها إياه يفتح بها مشروع ولا يستثمرها. صحيح. أنا أشوف هو هذا حل يعني. الحلقة هاي أنت دكتور في أقل من 20 ثانية. أنا أولا يعني الذي أريد أن أقوله أن الاستثمار في التعليم ما هو خسارة، وهي 300 ألف تصرف، هي تصرف حوالي أكثر من مليون يصرف على المبتعث وله خسارة حقيقة. بالعكس إحنا يجب أن ندعم برنامج خادم الحرمين بكل ما وتينا من قوة حقيقة. بإذن الله. دكتور سعد الحسين يعطيك ألف عافية، عميد شؤون أعضائي التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود، تجربة تستحق كل التقدير، نتمنى أيضا تعمم على بقية الجامعات. حمود أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يا رب تلقى وظيفة. إن شاء الله مستثمر يعني كثير من الشباب والفتيات الموجودين عندنا. نص ثانية بس، معالي مدير جامعة الملك سعود أنت معالي المدير دائما يوجه صراحة العمادات بأن الجامعة هي جامعة الوطن، هي مفتوحة للجميع، ولذلك أي جامعة من الجامعات تريد. 26% مشاهدين من الميزانية العامة للدولة خصصت لمشروع الابتعاث، الناتج طبعا النهائي هو متواجد على أرض الواقع. لا تذهبوا بعيدا، بعد الفاصل نستكمل حديثنا وفقراتنا، كرما ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية بن سمار للتجارة والمقاولات.